السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم هبه حسن من جي اف اكس اكاديمي. النهارده الفيديو بتاعنا صغير حبتين، حبيت بس اجاوب على استفسار كان جاي على اليوتيوب بخصوص تغيير التايم لاين في انيوك وفي المايا من فريمات لدقائق وثواني لانيميشن، بحيث ان انا اقدر اتعامل فيه بدل فريمات يكون لدقائق. التحويل ده مش هياخد يعني لينا اوبشنز او مش هياخد معانا وقت كتير. تعالوا كده نبص عليه جوه المايا الاول. من خلال مايا، انا فاتحه هنا مايا 16 والكلام ده اعتقد برضو بيمشي مع 17. بنفتح البريفرنسز بتاعه مايا، تمام، وبنروح للسيتنج، تمام، في التايم لاين فين؟ اللي شايفها يا جماعه يقول لي انا شايفاها. تايم سلايدر. في التايم سلايدر هنا بلاقي عندي سنابنج وتايم كود. مجرد ما اعلم على التايم كود ببص الاقي عندي تحت هنا اتحول من الدقائق من مجرد فريمات، وظهر لي التايم كود اللي هو بالثواني زي ما احنا شايفين. مجرد ما بخفيها بتختفي من قدامي، ومجرد ما اظهرها بتبدا تظهر. لاحظ حاجه، لاحظ ان هو هنا الفريمات الاصليه عندي من 1 ل 120، من 1 ل 120. فبيقول لك ان من 1 ل 120 ديت عباره عن كام؟ عباره عن 5 ثواني. طيب ده على اساس ايه؟ على اساس ان الفريم ريت بتاعك 24. افترض ان انت عايز تغير الفريم ريت وتعلي الكواليتي شويه وتخليها مثلا 25 او 30 او 29 وكسر، ايا كان الفريم ريت بتاعك وعايز تبدا تغيره، بنروح للسيتنج. لاحظ ان هما 5، وممكن لو انت مش عارف الفريم ريت بتاعك ومش عارف مكانه وعايز تروح له الاول، ممكن تستخدم الكالكوليتر بتاعك وتقسم الخمسه دي على الـ24، لا سوري الـ24، سوري 100 نحسب كام؟ نحسب 120 فريم، تمام، على 24 هيدي لي اللي هي الخمس ثواني، تمام كده. طيب دلوقتي انا عايزه، مش عايزاها 5 ثواني، عايزاها بفيرمات معينة بحيث يديني حاجة مختلفة. بروح للسيتنج وبغير ساعتها الفريم ريت بتاعك. عايز تخليه يحسبه لك على اي اساس؟ عايز تخليه يحسبه على شاشة البال، هو دلوقتي حاسبها على شاشة الفيلم، ممكن تحسبها على شاشة البال، ممكن تحسبها على اي شاشة تاني على حسب الفريم ريت اللي انت بتبدأ تغيره. ممكن كمان تخليه بالسكند، بالمينت، باي حاجة انت عايزها بتغيرها، وبتغير بشكل تلقائي معاها التايم سلايدر. ده بالنسبة للانيميشن جوه المايا. تعالوا نشوف الكلام ده بقى جوه نيوك. انا عندي هنا ادي جوه نيوك، احنا ملاحظين الفيديو بتاعنا زي ما احنا شايفين بيتعامل برضو بالفريمات. انا مش عايزاه يتعامل بالفريمات، عايزينه يتعامل بالتايم كود. ببساطة شديدة زي ما احنا شايفين هي هنا فريمات، بتيجي عند ال TF وبنضغط، هنلاقي عندي الاوبشن التاني اللي هو ال Time Code. بدل ما يبقى Timeline Frames اختصار ل TF، تبقى Time Code اختصارها TC، وهتلاقي ان هي اتغيرت لفريمات بالثواني والدقايق. بكده نكون عرفنا ازاي نحول ال Timeline العادي من فريمات لثواني. وارحب باسئلتكم واستفساراتكم ومقترحاتكم على صفحه الفيسبوك او على الموقع او على اليوتيوب. شكرا، السلام عليكم.